الموسم ال 13 عبقرة المدارس ومباراة مهمة في دور الثمانية. الفقرة الأولى سؤالين ما تجاوبوش، الفقرة الثانية والثالثة سؤال واحد بس هو اللي ما تجاوبش. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. محمد حمادة وأحمد أمين، أحمد أمين ومحمد حمادة. أحمد أمين اتفضل عند سليم، هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. على حمادة مكاني. طبعا النتيجة قريبة. يعني كل خمس نقط هيفرقوا. تمام. الأسئلة مش صعبة، محتاجة منك تركيز. شوية تركيز. تمام. أحمد أمين تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. أديب إنجليزي مؤلف كتاب Why I Write. تشارلز ديكنز. غلط. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور خلف الله في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم؟ عادل إمام. غلط. ما هو أكثر الغازات الموجودة في الشمس؟ الهيدروجين. صح. من أي دولة أوروبية ينبع نهر الدانوب؟ فرنسا. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة باربادوس؟ دولار. صح. كم عدد السيمفونيات التي ألفها بيتهوفن؟ 8. غلط. مطربة مصرية غنت تتر مسلسل حديث الصباح والمساء. صح. من هو الملك صاحب التماثيل الأربعة من مدخل معبد أبو سمبل؟ رمسيس الثاني. صح. ما هو النادي الفائز بأول خمس نسخ من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟ ريال مدريد. صح. كويس كويس يا حمادة. خمس إجابات صح من تسعة، وأنا في رأيي كان ممكن تعمل أحسن من كده. صح ولا غلط؟ أكيد. ولكن خمسة أكيد مش وحش. الحمد لله. سليم، عايزين أحمد أمين ينضم لينا. هنشوف أحمد أمين هيعمل إيه. عايز أعرف إيه اللي حصل؟ ما ظنش. ما تظنش؟ أوه. طيب، تسعة أسئلة، مش هقول لك كم إجابة صح. تمام. تمام؟ عايز الإجابات بصوت واضح يا أحمد. تمام. تحت الضغط كاونتر. أديب إنجليزي مؤلف كتاب Why I Write، فمن هو؟ تشارلز ديكنز. غلط. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور خلف الله في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم؟ محمود عبد العزيز. غلط. ما هو أكثر الغازات الموجودة في الشمس؟ الهيليوم. غلط. من أي دولة أوروبية ينبع نهر الدانوب؟ فرنسا. غلط. ما هي العملة الرسمية لدولة باربادوس؟ الدولار. صح. كم عدد السيمفونيات التي ألفها؟ صح. مطربة مصرية غنت تتر مسلسل حديث الصباح والمساء. أنغام. صح. من هو الملك صاحب التماثيل الأربعة مدخل معبد أبو سمبل؟ صح. ما هو النادي الفائز بأول خمس نسخ من بطولة دوري أبطال أوروبا؟ ريال مدريد. صح. في أي دولة عربية تأسست أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم؟ القاهرة. مصر. أنا باخد الإجابة الأولى. مش هتفرق. تمام. اتفضل. روح رياضية من أحمد. برافو عليك أحمد، اتفضل. روح رياضية من أحمد. خمس إجابات مقابل خمس إجابات، تعادل. خلينا نشوف الأسئلة اللي ما جاوبتش. أديب إنجليزي مؤلف كتاب Why I Write، لماذا أكتب، فمن هو؟ جورج أورويل. السؤال الثاني، من هو الفنان الراحل الذي قام بدور خلف الله في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم؟ نور الشريف. بالضبط كده يا حبيبة، نور الشريف. من أي دولة أوروبية ينبع نهر الدانوب؟ ألمانيا. 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 يا سلام، برافو عليكم انتوا الاثنين. السؤال العاشر، في أي دولة عربية تأسست أول إذاعة للقرآن الكريم في العالم؟ هي فعلا من القاهرة، ولكن كان مفروض الإجابة تبقى مصر مش القاهرة. هارد لك. كلنا نحيي أحمد ومحمد، محمد وأحمد، تفضل. نتيجة اتغيرت، ولكن لسه فرق السكور زي ما هو. أحمد أمين كنتوا كام؟ 85. 85. وكم إجابة صح؟ 5. بقيتوا 110. حمادة كنتوا كام؟ 60. 60. وكم إجابة صح؟ 5. 85. بقيتوا 85. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. هبة وحبيبة، حبيبة وهبة، و25 نقطة المدرسة واحدة بس. 110 و25 135 135
تحافظوا على التقدم ان شاء الله. 85 و25 110 تتعادلوا يا حبيبه ونبتدي مباراه من اول وجديد. السؤال الاول رياضه، من هو هداف الدوري المصري لكره القدم موسم 2021-2022؟ سجل 19 هدف وصنع 14 هدف في 30 مباراة. مفيش إجابة يا حبيبة ومفيش إجابة يا هبة، مع إني طبعاً عايز أقول لكم حاجة أكيد كله عارف، كله عارف. مين يا حمادة؟ أحمد السيد زيزو. أحمد السيد طبعاً زيزو، والحقيقة هو عمل موسم عظيم وهو كمان من أحد أهم أسباب فوز الزمالك بالدوري. نحيي كلنا كابتن زيزو. أرضك تفضلوا أحمد أمين ومحمد حمادة مرة تانية. والسؤال اللي جاي في القدرات الذهنية، والسؤال اللي جاي أنا في رأيي إنه سهل جدا. السؤال التاني، حل مسألة الآتية: 897 ناقص 564 زائد 231 يساوي كام؟ 564. الهدف الأول. هدف حمادة. هدف لأحمد أمين. هدف لأحمد أمين وهارد لك حمادة. رفيدة وميسون، ميسون ورفيدة. وطبعا يا ميسون لو رفيدة جاوبت صح رجعت بخمسة وعشرين نقطة. رفيدة لو جاوبت صح 110 هتبقى 135. فرصتك يا ميسون في التعادل. السؤال الثالث، معلومات عامة: كينيتشي هوري هو أول شخص يبحر بمفرده عبر أحد المحيطات عام 1962، فما هو؟ كان عنده 23 سنة من 12 مايو ل 11 أغسطس. إجابتك المحيط الهادي. المحيط الهادي. الهدف الأول. خد مركب صراعي من اليابان لغاية سان فرانسيسكو مسافة 8300 كيلومتر. ميسون برافو عليكي، اتعادلت لفريقك ورجعت الأمل في الخمسة وعشرين نقطة. محمد علي وصلاح الدين، صلاح الدين ومحمد علي. سؤال الرابع، تاريخ: في عهد أي رئيس أمريكي استقلت كوبا عن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1902؟ خطف منك البازر. لو إجابتك صح 110 تعادلته. إجابتك تيودور روزفلت. روزفلت. الهدف الثاني. الهدف الثاني. روزفلت. برافو عليك يا محمد، 25 نقطة. التعادل 110 سيم أسيوط، 110 السويدي الشرقي. أصعب مباراة في الموسم ال 13 سيم أسيوط والسويدي الشرقي، ده ماتش نهائي. إجابة صحيحة. ماتش النهارده صعب جدا، المدرستين متكافئين، واعتقد ان الماتش هيخلص على اخر سؤال. سوء الحظ هو خطف مني سؤال ضربات الجزاء على اخر ثانيه، كانت الاجابه عندي، لو كنت جاوبت كنا زماننا دلوقتي متقدمين فرق 50 نقطه. كان الله في عونه، مدرسه هتودع البطوله ومدرسه هتكمل المشوار. شايف ان عندنا فرصه كبيره في عجله الحظ، كسبنا بريمنتال قبل كده وان شاء الله نكررها النهارده. خلينا نشوف عجله الحظ هتبتسم لمين وعجلة الحظ هتكشر لمين. أنا عايز أحيي المدرستين على الأداء المشرف بتاع ماتش النهارده وعلى الروح الجميلة ما بينهم وما بين بعض. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة ف
فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 750 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 2,200,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.